السلام عليكم. اليوم نعرفكم بجامع تلمسان الكبير، واللي يعد تحفة معمارية رائعة تعود إلى القرن الثالث عشر الميلادي، واللي يعني عندها قيمة تاريخية دينية كذلك. نقرأ عليكم نص تعريفي لهذا الجامع. شيد جامع تلمسان الكبير في سنة 1136 من طرف يوسف بن تشفين، أول خليفة لدولة المرابطين. أما المئذنة فبناها سنة 1236 يغمراس بن زيان، وبني من الحجارة والجص المنحوت والمخرم والخزف والخشب، ويتربع جامع الكبير على مساحة تقدر بثلاثة آلاف متر مربع، وطوله 50 متر وعرضه 20 متر، ويتكون من 13 رواق، وتحتوي قاعة الصلاة على 72 سارية. أما مئذنته فيبلغ طولها 35 متر. ويتميز جامع تلمسان الكبير بمحرابه ونقوشه الزخرفية، وقد بنيت القبة المجانبة للمحراب على شكل يتكون من 12 ضلع، وهي من روائع الفن المعماري الزيري الجزائري، كما وضعت على شكل قوس مربع يحتوي على شكل نقش بخط أندلسي أنيق، ويحمل عبارة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما. إذن هذا هو النص الذي يعرفنا والذي وجدته في أحد المواقع الآثار، تهتم بالآثار. إذن وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. Thank you.